والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وأفضل الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما سيدنا ومولانا بقية الله في أرضه وحجته على عباده المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء وعجل الله فرجه الشريف. وصلنا معكم أيها الإخوة المؤمنون في سورة النبأ، يعني سورة عمه، وهي بداية الجزء 30 من القرآن، سورة عمة الآية رقم 6 7 8 9 وما بعدها. سورة عمة الآية رقم 6 7 وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. وصلوا على محمد وآل محمد. هذه تقريبا 14 آية، 13 آية ذكر الله فيها 12 نعمة. هسه هاي النعم وحدة وحدة نشير إليها ونبين رحمة الباري، لطفه، حكمته، وعطفه على عباده، وأنه هل نحن أدينا حقوق هذه النعم، شكرناها أو لا نزال إحنا مقصرين. النعمة الأولى، ألم نجعل الأرض مهادا. هاي الأرض التي نعيش عليها، نسافر عليها، نزرعها، نبنيها، ندفن أمواتنا فيها، نتصرف فيها، هذه الأرض الله سبحانه وتعالى جعلها لنا مهادا. المهاد جمع المهد، تعرفون الطفل أول ما يولد بحاجة إلى مكان لين دافي مرتاح ويسمى المهد، وهذا المهد يحركوه حتى الطفل ينام. على حركة المهد الطفل أعصابه ترتاح وينام. الله تعالى جعل لنا هذه الأرض كذلك مهادا، نحن نعيش عليها وهي تتحرك حركتين سريعتين، حركة حول نفسها، حركة لولبية. احنا من كنا جهال كنا نلعب مرصع. مرصع تعرفون شنو؟ الجهال يعرفوها، هاي الدوامة.
الآن تتحرك حركة مرصع حول نفسها، وحركة أخرى حول الشمس، لكن إحنا ما نحسب هذه الحركة، وذلك لرحمة الله ولطف الله وفضله علينا. هذه آية. آية أخرى في سورة الملك يقول: هو الذي، هو من هو؟ الله. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، هنا يقول مهادا، ولكن في سورة الملك يقول ذلولا، يعني مثل ناقة الذلول اللي يركبها راكبها وهي تسير به سيرا رفيقا شفيقا. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. في هذه الآية يقول: ألم نجعل الأرض مهادا. المفسرين يذكرون من نعم الأرض وفوائدها 4-5 فوائد، أنا الآن أذكرها لكم. صلوا على محمد وآل محمد. أولاً، أن الأرض فيها مناطق مستوية ما بها صعدة ونزلة، ما بها جبال ووديان مثل أرضنا أنا، أرض العراق، يعني وسط العراق وجنوب العراق، أرض مستوية تصلح للبناء، تصلح للمدن، تصلح للزراعة، تصلح للبساتين، تصلح لكل شيء. هذه الأرض من فوائدها، ومن فوائد الأرض أنها الله تعالى، هاي رقم واحد. رقم اثنين، اسمع، كل ما يحتاج إليه أولاد آدم، كل ما نحتاج إليه أولاد آدم الله تعالى أودعها في هذه الأرض. شنو مثلا؟ احنا نحتاج ماء نشرب، نحفر الآبار والقنوات والعيون نشرب ماء، مضافا إلى ماء المطر والجبال. الآن هذا البترول الذي أول يكون أضخم ثروة في العالم، هذا البترول مكانه وين؟ النفط، النفط مكانه وين؟ منين يطلعوه؟ من الأرض، من الأرض. جميع المعادن، معدن الذهب، معدن النحاس، معادن الياقوت والأحجار الثمينة، معدن الزئبق، كل هاي المعادن اللي يحتاج إليها البشر الله تعالى بمقدار الحاجة، بمقدار الحاجة الله سبحانه وتعالى جعلها في الأرض. هاي النباتات، هاي النخيل، هاي الأشجار، هاي المزروعات، هذه المزروعات والنخيل الله سبحانه وتعالى إنما يحييها ويديرها بالأملاح والمواد الغذائية. لولا المواد الغذائية أنا وإنت ناكل حنطة، ناكل شعير، ناكل مخضر، ناكل زرع. جميع الفواكه والأكلات التي تنبتها الأرض موادها الأصلية الله تعالى تركها لنا في الأرض، تركها لنا في الأرض. ألم نجعل الأرض مهادا. بعدين حركة الأرض، نحن نعيش من حركة الأرض، حركة الأرض اللي تولد لنا الليل والنهار. بعدين نتكلم على الليل والنهار، نتكلم لولا أن الأرض تتحرك حركتين منظمتين منذ ملايين السنين، مو سنة وسنتين وعشرة وعشرين، بل مليارات السنين، مليارات يعني ألوف الملايين من السنين هاي الأرض تتحرك. من بده يحركها؟ من اللي يحركها؟ من الذي نظمها ودبرها بهذا التدبير وهذا النظام الدقيق؟ ألم نجعل الأرض مهادا. بعدين احنا أمواتنا لما يموتون وين نوديهم؟ وين نوديهم؟ ندفنهم. زين، هاي الأرض عجيبة أنها تحتضننا أحياء وأمواتا. ما دمنا أحياء إحنا أكلنا وشربنا وثمراتنا وزرعنا، عندنا وما عندنا منها،
زين، لما نموت ايضا الارض تحتضننا، الارض هذه فاتحه ذراعها تقول اهلا وسهلا تعالوا بقلبي، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. العجيبة حبيبي، العجيبة في هاي الأرض أنه إحنا لما نموت ملايين الميكروبات والجراثيم الفتاكة أكو بينا، مو هالشكل؟ ها؟ ورا مدة هاي الأرض تقضي على كل الجراثيم، كل الأمراض. لولا هاي الأرض اللي تشكل البكتيريا وتقضي على الجراثيم، الأمراض والعفونات والجيفة تأكل العالم. هاي مو من فوائد الأرض؟ هاي مو من حكمة الله سبحانه وتعالى؟ ألم نجعل الأرض مهادا؟ بعد شقول عنكم الأرض وفوائد الأرض لا تعد ولا تحصى، وهذه نعمة من الله عز وجل أنعم بها علينا حتى نشكره ونعبده ونذكره بهذه النعم. هاي رقم واحد، ادخل من القرآن. رقم اثنين، افتح آية رقم سبعة. شو تقول رقم سبعة؟ والجبال أوتادا. الجبال، هاي الجبال، أكو جبال، أعلى جبل على وجه الأرض، اللي دارسين جغرافية، أعلى جبل على وجه الأرض شو يسموها؟ هيمالايا، أعلى قمة على وجه الأرض يسموها قمة إفرست، ماكو أعلى منها. وجبال الألب موجودة، جبال أخرى في شمال العراق عندنا جبال، أماكن أخرى في الجبال. الله تعالى جعل هاي الأرض أوتاد، مسامير، حتى لأن الأرض عبارة عن قطعات، قطعة فوق قطعة، طبقة فوق طبقة. لولا هاي المسامير، لولا هاي الأوتاد، هاي طبقات الأرض كانت تتوزع تتفرق. الله سبحانه وتعالى جعل الجبال لنا أوتادا حتى الأرض تتماسك طبقاتها وقطعها، قطع مختلفة، بعضها قطع طينية، بعضها رملية، بعضها صخرية، بعضها حصى. الله تعالى جعل الجبال، هاي واحدة. ثم هذه الجبال مخازن، مخازن للمياه وللثلوج. طول الشتاء ملايين ومليارات الأطنان من الثلج ينزل على هذه الجبال، هاي الجبال تتحملها. لو كانت هاي الثلوج بالأرض كان ذابت، راحت، تلفت، بس الله سبحانه وتعالى هاي الثلوج يحفظ عليها فوق الجبل. هذه الثلوج تبقى شهرين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، أحياناً الصيف يجي، الصيف يجي ويروح بعد الثلوج موجودة، ما يشوفون بالتلفزيون ولا بالصيف، الصيف الحار تشوف فوق الجبل أكو ثلج. هاي الثلج شو تسوي؟ حرارة الشمس تضرب الثلوج، الثلوج تذوب وتموع، تنزل في نهيرات وجداول وأنهار وعيون وآبار وقنوات، أنا وأنت نشرب هذه المياه، مياه العذبة. هذا مو فضل من الله سبحانه وتعالى. ثم إن هذه الجبال الله سبحانه وتعالى خلقها لنا نعمة، أنه تصد أمام الطوفان، الأعاصير، الرياح القوية، الرياح الهائجة. لما لولا هذه الجبال، هاي الرياح تجي تقلع المدن، هاي السونامي شفتوها يولا، هاي حركة سونامي، سونامي إنما ضربت هاي منطقة إندونيسيا وكذا، لأنه جبال ماكو، لولا الجبال ما صارت هاي الكارثة. الله سبحانه ولذلك يقول تتخذون من الجبال أكنانا وتنحتون الجبال بيوتا. هذه الجبال هم نعمة،
الجبال نعمة، والوديان نعمة، والأراضي المسطحة نعمة، أراضي المتموجة نعمة، كلها نعمة، كلها نعمة. بعدين هاي الجبال داخلها في معادن، معادن. هذا الحديد اللي يصنعون منه المعامل والسيارات والطيارات والأبواب والشبابيك، هذا الحديد منين طلعوه؟ من الجبال. لو هاي الجبال حديد ما عندنا. والجبال أوتادا، وفي الجبال منافع، ومنافع لا تعد ولا تحصى. اقرأوا آية رقم 8. آية رقم 8 شنو يقول؟ وخلقناكم أزواجا. أزواجا يعني البشر الله سبحانه وتعالى جعلهم ذكر وأنثى، يهب لمن يشاء ذكورا ويهب لمن يشاء إناثا، أو يزوجهم، يعني يزوجهم يعطيهم نوعين، ها مو زواج بمعنى النكاح، يعني نوعين يعطيهم، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. بعض الناس هم الله جعل عقيم، راح للطبيب سوى عملية، شرب دواء، هالمستشفى هالمستشفى، راح لأوروبا، راح ما أخذ عقيم بعد، الله جعل عقيم. يجي عندي يقول سيدنا ادعي لي أريد ذرية، أقول أدعي لك إن شاء الله، ممكن بالدعاء يحصل، لكن المستشفى والعملية ما تسوي له شيء، الدعاء يعمل. لأن زكريا عليه السلام صار فوق 90 سنة، هو شيب ومرته عجوز، ومرته حتى لما كانت شابة هم كانت عاقر، وامرأتي عاقر، وقد بلغت من الكبر عتية. إبراهيم عليه السلام نفس الشيء، إبراهيم صار عمره فوق 90، 97، مرته أيضا كانت أيضا عاقر، الله سبحانه وتعالى وهبه أولا من هاجر، هاجر بعدها كانت شابة، لكن سارة لا بعد مرة عجوز. وجعلناكم أزواجا، الله تعالى رزقه ورزقنا. زين الأزواج، الحكمة، الله سبحانه وتعالى جعل في الذكور، خلي أبدأ من الطفل، إذا أطفال اثنين ولد وبنت، ولد عمره 3 سنوات، البنت عمره 3 سنوات، ما يلعبون ناس ويا ناس؟ أكو رغبة جنسية بيناتهم؟ ما زين. صار عمرهم 5 سنين، بعد ما 6، بعد ما شوية شوية الولد يكبر، يصير عمره 10 12 سنة، البنية هم أيضا تكبر، ها عاد هناك شوف ربك، ربك مخلي في دم الولد ودم البنية مادة، ما أدري بالعربي شو يسموها، بالأجنبي يسموها هرمون، هرمون، هرمون ذكري وهرمون أنثوي، بواسطة هذا الهرمون سبحان الله الولد يميل للبنية والبنية تميل للولد، الآن الله يجمع بيناتهم بالزواج، بالزواج الحلال، إذا ما صار حلال نعوذ بالله بالحرام. هاي الرغبة ما بين الجنسين الذكور والإناث، من مخليها؟ من مخليها؟ ما حد، مو بس بالإنسان، بالحيوان نفس الشيء، بالحيوان الحمار يميل للحمارة، العصفور للعصفورة، وهكذا الخروف بين البغال وبين الحمير وبين الحشرات وبين الطيور وبين الأسماك. لكن احنا ما يخص، احنا علينا بالبشر. وجعلناكم أزواجا، الله تعالى جعل. بعدين اكو مسألة، معادلة، موازنة ما بين الذكور وما بين الإناث.
هل يمكنك أشوف الفضائية العراقية؟ يقول هاي السنة شهر تموز نفوس العراق، نفوس العراقيين يصير 35 مليون. ها 35 مليون إذا قسموهم بين ذكور وإناث، إيش قد منهم ذكور إيش قد منهم إناث؟ تقريبا 17 تقريبا. استسمعني، لو كان هال35 خمسة منهم ذكور 30 منهم إناث، شلون كذا مصيبة كان عندنا؟ ما كان مصيبة؟ إذا كان بالعكس 30 ذكور 5 إناث، كل 5-6 رياجيل يتعاركون على مرة. الله سبحانه وتعالى سوى موازنة، كما أنه بالعكس حالة الأولى كل 5-6 نسوان كانوا يتعاركون على رجل. هاي ترى صارتها في ألمانيا، أنا قرأت بالمجلة في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى ألمانيا خسرت ما دي 5-6 ملايين من جنودها. النسوان ما عندهم، النسوان ما رأيدها حاجة مثل ما الرجل إلى حاجة، كانوا يتمسكون بالرياجيل بالقوة. لكن الله سبحانه وتعالى سوى موازن بمقدار، ما أقول بالضبط بالمية مية، لا بمقدار الموازنة، بمقدار الموازنة. في بعض الحالات يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع، زين، يعني إذا قل عدد الرجال بالحروب بالمعارك بالسفرات، لذلك الله جوز حتى لا تبقى مرأة بدون زوج بدون كفيل بدون حماية، جوز لك أن تتزوج أكثر من وحدة، فإن خفتم أن لا تعددوا فواحدة. بس هذا القانون بين الديك والدجاج يختلف ترى، شايفين يا لا؟ أحيانا عندك قفص، القفص بي 10-15 دجاجة، فالديك الله يكرم يعطيهم جواب كلهم إن شاء الله، يقوم بالواجب. إيه نعم، بس إحنا كل إحنا ديك ترى، ولا أسواننا دجاج. وجعلناكم أزواجا، الله سبحانه وتعالى سوى موازنة ما بين عدد الذكور وما بين عدد الإناث. ما دام وصلنا خلي شوي نتوسع، وصلوا على محمد وآل محمد. الله سوى موازنة بين أرزاقنا، يعني زمن نور السعيد أنا أتذكر أيام الشباب قبل 80 سنة، نفوس العراق يوم اللي الإنجليز إجوا ودخلوا العراق، نفوس العراق كان 3 ملايين، 3 ملايين. الآن شقد؟ 35 مليون. يوم اللي نفوس العراق كان 35 3 ملايين، أرزقنا الحنطة والشعير والخبز واللحم شقد كان؟ الآن شقد؟ صحيح الآن نستورده من برا من الخارج، لكن المقسم الأرزاق منه هو الله. عبالك بس رزق البشر؟ حيواناتنا من يرزقهم؟ الطيور من يرزقهم؟ الجنين في رحم أمه من يرزقه؟ الحشرات والأسماك بالبحار وبالأنهار؟ ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. بجد اللي الله سبحانه وتعالى يخلق البطون، بطن إنسان أو حيوان أو بطن الطير أو بطن الحياية والعقارب، الله خلق لهم أرزاق، وخلق لهم مياه، وخلق لنا هواء نتنفس به، وخلق لنا أرضا نعيش عليها ونعمل عليها. إذن المدبر والمنظم هو،
والجبال أوتاجا وخلقناكم أزواجا أزواجا. ولذلك ما دام وصلنا إلى هذه المسألة الأزواج، خلي أبين فد مسألة صغيرة. عندنا الآباء قاعدين وأمهات قاعدات تسمعوني، الشرع يقول لك من سعادة الرجل، من سعادة الرجل ألا تحيض ابنته في بيته. يعني شنو؟ شنو معنى الحديث هذا؟ يعني إذا عندك بنتك قبل ما تبلغ سن الحيض، سن الدورة الدموية، يجي يخطبها ابن حلال، خلاص استر عليها وفتروها، مثل ما رسول الله زوج بناته. وكذلك إذا عندك ولد، الله جعل في البنت علامة خط أحمر وفي الولد خط أحمر. الخط الأحمر في البنات شنو؟ هي العادة، الدورة الشهرية بعد. يعني يقول لك لما تشوف الدم، يعني معناته هذا الجهاز التناسل اللي الله خلقه ونظمه وقدره ودبره، الآن مستعد للتشغيل، لازم يشغل، لازم إنتاج. معمل جاهز للإنتاج، لا تخلي المعمل عاطل وإلا يشغلوا بالحرام. زين، الخط الأحمر مال الولد شنو؟ احتلام الليلي. الولد بالليل لما يحتلم معناته شنو؟ معناته أيضا جهاز التناسل أصبح جاهزا، تشغله لازم تشغله بالحلال، بالحلال لا بالحرام. أنتوا يا الآباء، أنتوا يا الأمهات، ديروا بالكم على أولادكم على بناتكم، هذا هو السن الشرعي. بعد هذه اللغاوي اللي جابوا لنا يا الغرب والغربيين، والله خلي البنت تكمل دراسته، الولد خلي يصير يشتري له سيارة يحصل وظيفة. بابا، الوظيفة والسيارة والدراسة كلها بعد الزواج، الزواج قبل السيارة، الزواج قبل البيت، الزواج. الله يقول وأنكحوا الأيام منكم، أيام يعني الأعزب والعزبة، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. يعني أول زوجه بعدين الله يغني، مو أول يغني بعدين تتزوجه. هذا القرآن، هذا القرآن يقول أول زوج ابنك، أول زوج بنتك الله يغني إن كان فقراء، وأنكحوا بعدين يقول إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. ولذلك أنت يا الأب، إذا عندك ولد، إذا عندك بنت، الآن أكو واحد ما عنده موبايل؟ ها؟ أكو بنية، أكو مرية ما عندها موبايل؟ كل قرعة ومشعر عندها موبايل، وهاي الموبايلات شنو بيها؟ الصور اللي يشوفون بيها شنو بيها؟ هاي الصور الخلاعية اللي يشوفوها بالموبايل، بالإنترنت، بالتلفزيون، شو تسوي بأخلاق أولادنا وبناتنا؟ أنت يا الأب مسؤول، زوج ابنك، زوج بنتك قبل ما يقعون بالحرام، قبل ما يدخل الفساد إلى البيت، إلى العشيرة، إلى الأهل. وخلقناكم أزواجا، هذا الأمر إلهي. زين، وراها شنو عندكم؟ وجعلنا نومكم سباتا. سبات، سبات يعني عطلة، يعني الراحة، يعني هدوء، يعني سكون. السبت ليش يسمونه سبت؟ اليهود يعتقدون الله اشتغل 6 أيام في خلق السماوات، اشتغل من الأحد، 2، 3، 4، 5، جمعة تعب، خلى رجل على رجل. أي خرابيط اليهود، خلى رجل على رجل، يوم السبت قال أرتاح،
ما اشتغل، ولذلك سموا السبت سبتا يعني مال الراحة. ربهم طبعا مو ربنا، ربنا لا تأخذه سنة ولا نوم. سبات يعني الراحة. ليش؟ لأنه بالنهار هو هالشغل والتجارة والسفر والحضر والصياح والكذا، النهار إذا كان نهار طويل وكله تعمل وهاي المكينة تخرب بعد، تحترق المكينة. سيارة إذا تشغلها ليل ونهار تحترق. أنا وأنت قلبي وقلبك سيارة بعد، مثل ما سيارتك بحاجة إلى راحة، جسمي وجسمك، أعصابي وأعصابك، مخي ومخك بحاجة إلى راحة. ولذلك الراحة بيش نحصلها؟ وجعلنا نومكم سباتا. النوم، النوم الله جعل فيه خير، جعل فيه رحمة، لكن شوية طول حوصلة، لأن أكو قضايا النوم، في قضايا علمية شرعية أخلاقية كثيرة، شوية نذكرها. وصلوا على محمد وآل محمد. أولا أنا مو طبيب ولا جراح ولا فيلسوف حتى أقول لك النوم شلون يجي، شنو سبب النوم، هل هو التعب، هل هو مادة أخرى، الآن ما يخصنا. الله سبحانه وتعالى من علينا بالنوم. أحيانا أنت تحس بالتعب تخلي راسك على المخدة وتنام، لكن أكو واحد لا، ما يشبع من الفلوس، الفلوس والشغل والعمل ما يرضى يروح بالفراش، هذا الشخص الله يسلط عليه النوم، النعس. ولكن بالنوم شو يصير من عندنا؟ إلى الآن العلماء والأطباء والفلاسفة ما عندهم جواب علمي، بس القرآن يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الله يتوفانا بالموت، يتوفانا بشكل كامل، بالنوم يتوفانا نص موته. احنا كل ليلة نموت نصف موته، حتى ان نبينا محمد صلوا على محمد وآل محمد قال إنكم تموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون. مثل ما نقعد من النوم باكر يوم القيامة هم نطلع من قبورنا، هي نص الموت، النوم هي نص موته. بس شنو من عندنا يموت، شنو من عندنا ما يموت؟ الإنسان النائم قلبه يدق لو ما يدق، ها زين، نبضه يشتغل لو ما يشتغل، نفس يتنفس أو لا، المعدة مالته تشتغل، ها أحيانا تكرمون ينحصر بولة، إذن هاي الأجهزة تشتغل. ولكن مشاهدة شوف يشوف لا ما يشوف، إذا نوم عميق ما يشوف. إذا واحد بيكم الآن نايم يسمعني مثل ما أنتم تسمعون، السمع يتعطل، العين تتعطل، بعض أجزاء المخ تتعطل، ها، ولكن هنالك أجزاء أخرى داخل المخ حتى لو تنام 20 ساعة هذه ظل واعي. خل أضرب لك مثل، أضرب لك مثل، حضرتك بالليل ايش قد تنام؟ 6 ساعات 7 ساعات، ها، يعني قل ما تقول مثلا 4 ساعات من الليل انت قاعد. غالبا شباب غير الشباب 4 ساعات نايم، 3 ساعات نايم. خلي اقول لك، اذا الان واحد يقول لك 3 ساعات بالليل يجيبوا لك 100 مليون دينار، ها، 3 ساعات
شو يصير بحالك؟ والله طير مثل الطير. شنو اللي وعيك على ذكر المئة مليون دينار؟ شنو اللي وعيك؟ اكو جزء بمخك هذا ما ينام، تمام يا ولا؟ مثال اخر، ام عندها طفل تعبانه نقضانه طول النهار، تعب تعب تعب، يغلبها النوم، تخلي راسها ونام زين، حس الطبل ما يوعيها، حس القرقوعه ما يوعيها، لكن اللي يوعيها شنو؟ حس الطفل. الطفل ماله بس ما يبكي، بس ما يخنخن، مو بس يبكي، ها تقعد. شنو اللي يوعيها؟ الله سبحانه وتعالى احيانا اثناء النوم، ولذلك نبينا محمد، صلوا على محمد وآل محمد، كان يقول: تنام عيني ولا ينام قلبي، تنام عيني ولا ينام قلبي. إذن النوم لنا رحمة، أما مسألة عالم الرؤية هذا مسألة أخرى. إيش قد النام؟ أولا الطفل بالشهور الأولى من ولادته ما دام يرضع يحتاج على الأقل يومية في 18-20 ساعة ينام، تمام؟ صار عمره 5 سنوات تقل العادة، تقل الحاجة، 10 ساعات. صار شباب 9 ساعات، 8 ساعات. صار شايب مثلي بعد 4 ساعات، هم زايد علينا بعد، ها شلونكم الشايب؟ شياب هم تنامون قد الشباب؟ لا بعد، شايب مثلي بعد إذا نمنا 4 ساعات بعد شبعنا. اي لكن احيانا اكو بعض الناس ما يشبع من النوم، ينوم نومة اهل الكهف، ها مثل ما يشبع من الاكل، ولذلك كثرة النوم مثل كثرة الاكل مذمومة. لا، نوم نومة عادية، نوم خذ حظك من النوم من الراحة، وبعدين راح نتكلم عن الليل، ما أطول عليكم. في الليل ساعات الأخيرة من الليل بعد مو مال النوم، ليش؟ الله يقول: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار شو يسوون؟ يستغفرون. الله تعالى يقول في الحديث القدسي: كذب من زعم أنه يحبني فإذا جن الليل نام عني، نام عني. تعرف نام عني يعني شنو؟ إذا تنوم عن التجارة ما يخالف، عن فلوسك ما يخالف، عن التلفزيون ما يخالف، عن الله لا تنام، عن الله لا تنام. فإذا جن الليل نام عني. أختم كلامي بكلام أمير المؤمنين عليه السلام، يقول في صفات المتقين، يقول: أما الليل فصافون أقدامهم، أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن، يرتلونه ترتيلا، يحزنون به أنفسهم ويستثيرون دواء دائهم، فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا وتطلعت نفوسهم إليها شوقا، وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم، وظنوا أن الزفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم، فهم حانون على أوساطهم مفترشون لجباههم وركبهم وأطراف أقدامهم، يطلبون إلى الله تعالى في فكاك رقابهم. نسألك اللهم وندعوك باسمك الأعظم يا الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين.
يا أسرع الحاسبين، يا أرحم الراحمين، يا أحكم الحاكمين، بحق مولانا الحسين فك رقابنا من النار، بحق مولانا الحسين أدخلنا الجنة، بحق الحسين العزيز اغفر يا الله ذنوبنا. إلهنا ذنوبنا عظيمة ولا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. يا الله إلهي أنت عظيم وأنت رحيم، فاغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اشف مرضانا، من كان فينا صاحب حاجة بحق الحسين اقض حاجتهم يا الله. يا أبا عبد الله ذول زوارك، زوارك جايين من مسافات بعيدة لاجئين إلى قبرك، اشفع لهم عند الله تعالى أن يغفر لهم ويقضي حوائجهم، يفرج عنهم، يردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين فرحين مستبشرين مغفورين مرحومين. إخواني قوموا على أقدامكم وأقوات وأرفعوا أصواتكم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً، حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه بها طويلاً، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات.